أولى أخبارنا لليوم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين. وخلال الحفل قال سيادته أنه استقرار الدولة المصرية شهد تحسن كبير بفضل الله وبفضل أبناء مصر في الشرطة والجيش وكل قطاعات الدولة. وجه سيادته التحية لأسر الشهداء وقال أن الشهداء قدموا ثمن غالي لحماية وتأمين أكثر من 100 مليون مصري. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي ان انا ارحب بكل السادة الحضور، الاسر اللي موجودة، برحب بيكم اهلا وسهلا. وايضا اسمحوا لي ان انا اهنيكم بتخرج ابنائكم وبناتكم، الف الف مبروك. أنا يمكن حبدأ كلمتي اللي يعني اللي مش متخططة ديت بكلمة للأسر، أسر الشهداء الأول الحقيقة يعني، وكلامي ليهم كله احترام وكله محبة، كل احترام ومحبة. احترام للعطاء اللي اتقدم لأجل خاطر بلدنا وخاطر شعبنا. وانا عايز اقول لكل الاسر اللي موجوده، يمكن شايف بعضهم موجودين هنا معانا او حتى اللي بيسمعونا دلوقتي، اوعوا تفتكروا، والكلام ده يمكن انا قلته قبل كده لكن باكده، اوعوا تفتكروا ان الدماء اللي قدمت والارواح اللي راحت عند ربها ديت تمن بسيط. اولا في رقبتنا احنا كمصريين كلنا وفي شعب مصر كله، وايضا عند الله سبحانه وتعالى. وانا الكلام ده كررته وقلته قبل كده وبقوله تاني، خلي بالكم انتم كنتوا سبب في ابنائكم او ازواجكم اللي انتم قدمتموهم. انا بتكلم على كل الشهداء من كل القطاعات اللي تقدموا، كانوا سبب في اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. اللي انتوا شايفينه ده كان تمنوا أرواح ودماء أبناء وبنات لينا، أبناء مصر. تمن غالي صحيح قوي والله، لكن كمان إن يكون التمن ده حماية وتأمين واستقرار أكتر من 100 مليون، مش بس في أمانهم وسلامهم، لا حتى في مستقبلهم. البلد لو كانت راحت ما كانش هيبقى فيه مستقبل لحد خالص خالص. مش هقول ما تزعلوش ومش هقول ما تتألموش، لا، بس احنا معاكم، وقبل احنا ما نكون معاكم ربنا موجود معاكم، ربنا موجود معاهم. وخلي بالكم الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوي والله، والله الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوي. يعني اللي بيعطيه وبيعوض عليه وعليكم هو ربنا سبحانه وتعالى. دي يمكن الكلمة اللي أنا حبيت أبدأ بيها كلامي عشان كلنا كمصريين ما ننساش. الأمور الحمد لله رب العالمين اتحسنت كتير قوي وبفضل الله سبحانه وتعالى. كل يعني التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل قطاعات الدولة، الحمد لله احنا في مكان كويس قوي ولسه. طيب مطلوب مننا اكتر من كده؟ مطلوب مننا احنا نعمل اكتر من كده كمصريين عشان نقدم احنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء اكتر من كده. فمره تانية كل التحيه وكل المحبه وكل الاحترام وكل التقدير ليكم، لارواح شهدائنا والمصابين،
ولأسرهم، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجزيكم خير الجزاء فيهم، واحنا لن ننساكم أبدا، لن ننساكم أبدا إن شاء الله. سيادة الرئيس، امبارح ايضا وجه رسالة مهمة جدا لكل خريجي كلية الشرطة. قال: تسلحوا بالعلم وبمواكبة التطور. قال ايضا: مصر امانة في رقابنا جميعا لتحقيق امنها وسلامتها واستقرارها، وان المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة جدا. وزي ما بقول لنفسي وبقول لكل المسؤولين، مصر امانة في رقابتنا كلنا. مصر امانة في رقابتنا كلنا، امانها وسلامها واستقرارها وتقدمها أمانة في رقبتنا كلنا. أرجو أن احنا نبقى دايما عارفين أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة قوي، وإحنا كلنا يمكن وإحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطة لو قابلتنا مشكلة، أو حتى في البيت أو في أي أو حتى لما نلاقي الأسعار غليت نقول فين الشرطة، فين الرقابة. يعني عايز أقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها، ومصر كلها بتقدر هذا الدور، طالما أن هذا الدور يبقى دايماً بيحترم إنسانية الناس وبيحترم إنفاذ القانون. ودي النقطة اللي أنا يمكن بأكدها عليكم، أن احنا دايماً عايزين وإحنا بنتعامل مع مواطنينا في مصر نبقى دايماً منتبهين ان احنا احنا موجودين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير، في يعني ممارسات اللي ماشي صح مش هيبقى في مشكله معاك، لكن اللي ماشي بشكل مش يعني مش منضبط هو اللي هيبقى ليه مشكله معاك. ترفق بيه، علمه من خلال ادائك الراقي، وايضا من خلال القدوه الممارسه، ممارستنا كلنا مش بس أبنائنا في وزارة الداخلية. أتمنى لكم التوفيق. أنتوا قلتوا إن شعاركم علم وأخلاق وواجب، فتسلحوا بالعلم دايما، ما انتهاش العلم بالتخرج أو بالدورات اللي هتبقى اللي أنتوا هتحصلوا عليها بعد كده، ولكن أيضا احرصوا على إن أنتم زي ما الدنيا بتتغير وبتتطور. وأنا اسمحوا لي هنا أتوقف قدام نقطة مهمة بقولها لكل المصريين، اوعوا تتصوروا ان احنا في قطاع من قطاعات الدوله ما بنقومش بفضل الله سبحانه وتعالى بالعمل على تطويره، بس احنا بنشتغل من غير يعني من غير ضوضاء، من غير جلبه، ما نقولش احنا هنعمل هيكله وهنعمل اصلاح وهنعمل ده، لكن بنقوم بالدور ده لان بالمناسبه عمليه التطوير هي عمليه مستمره لا تنتهي بمرحله او بفتره زمنيه محدده، لان الدنيا بتتغير، ودام الدنيا بتتغير يبقى احنا كمان لازم نتطور. فده بيتعمل او بيتنفذ لكل قطاعات الدوله بما في وزاره الداخليه، بس بيتعمل بشكل هادي جدا جدا، والدوله كلها بتتحرك في تطوير قدراتها ومهاراتها وأدائها، ولكن زي ما بقول كده من غير ضوضاء. فواجبكم خلي بالكم منه تجاه بلدكم، أمن وأمان مصر أمانة في رقبتنا وفي رقبتكم، أمن وأمان مصر أمانة في رقبتنا ورقبتكم. بتمنى لكم كل التوفيق وألف مبروك، وخلي بالكم من نفسكم واحرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز اللي احنا كلنا منتظرينه منكم. ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا. كمان امبارح كان في أخبار وأحداث ثانية كتير، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تطوير صناعة السياحة، كمان أيضا متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء. ده غير ان امبارح الحكومة أعلنت استضافة القاهرة الاحتفالية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة تطوير صناعة السياحة، وقال رئيس الوزراء إنه هيكون في جلسة كاملة في المؤتمر الاقتصادي حول دعم وتنمية قطاع السياحة بهدف الخروج بورقة التوصيات تعمل على النهوض بهذا القطاع. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه مستجدات برنامج الطروحات العامة، وخلال الاجتماع استعرض أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرع للطروحات وما تم إنجازه والجدول الزمني المستهدف. كمان امبارح تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأكد رئيس الوزراء أهمية المبادرة لأنها بترتكز على البعد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وبتستهدف وضع خارطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وكمان جذب الاستثمارات اللازمة ليها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مع عدد من المطورين العقاريين، وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع مناقشة واستعراض سبل دفع وتطوير صناعة التطوير العقاري باعتباره قطاع مهم وحيوي وبيستحوذ على نسبة كبيرة من أنشطة الاقتصاد المصري. امبارح أعلنت الحكومة المصرية وحكومة الإمارات عن تنظيم احتفالية ضخمة تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد، وده بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 سنة على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة من خلال الاحتفالية دي على تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات وتوافق الرؤى بين قيادة البلدين. نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات، واللي هيكون فيها معانا مجموعة من الأخبار كده والأحداث، يمكن أبرزها تقديم 3.3 مليون خدمة طب أسرة في بورسعيد، وأيضاً انطلاق فعاليات مسابقة دوري المعلومات والنوابغ في جامعة طنطا، وافتتاح 3 مدارس جديدة ضمن حياة كريمة لخدمة أبناء الفرافرة في الوادي الجديد، وأخبار تانية نعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي أعلنت فيها الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم أكثر من 3.3 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة من خلال 35 وحدة ومركز لطب الأسرة تابعين للهيئة في بورسعيد، والمراكز دي حاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بيها من الأسكوا الدولية. في قنا نظم صندوق تحيا مصر معرض للملابس الجديدة في جامعة جنوب الوادي، وده ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة اللي بينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات. المعرض تم افتتاحه داخل الصالة المغطاة بالحرم الجامعي وهيستمر لمدة 3 أيام. في الغربية أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا تنظيم فعاليات المسابقة الكبرى في دوري المعلومات والنوابغ لاختيار الطلاب الممثلين للجامعة في المسابقات على مستوى الجامعات، وده استعداداً للموسم الخامس لمسابقة عباقرة الجامعات ومسابقة إبداع 11، وده في إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي ومرور 50 سنة على إنشائها. في الوادي الجديد أجرى الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التعليم بالمحافظة جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بإدارة الفرافرة التعليمية، وشهد طابور الصباح المدرسي بمدرسة طلعت درغام للتعليم الأساسي اللي دخلت الخدمة السنة دي ضمن 3 مدارس جديدة للتعليم الأساسي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الأقصر أعلن المحافظ المستشار مصطفى ألهم عن دعم أكثر من 120 ألف من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. في المنيا تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة دير مواس أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي بين دير مواس وملاوي، وتحديداً الوصلة من دلجة لحد تونة الجبل بطول 3 كيلومتر تحت إشراف وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري. في الأليوبية شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بكلية الزراعة بمشتهر، وأكد على تبني الجامعة نموذج الجامعات المنتجة، وده للمساهمة بشكل فعال في تعزيز استدامة موارد الجامعة وتغطية تكاليف التطوير المستمر وتحسين جودة العملية التعليمية. في الفيوم صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة إنه تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي ل 380 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وده بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني خلال شهر سبتمبر.